مساء الخير شباب. أنا علي عبد الله مين معنا كمان؟ يا هلا مسمور. أنا طيب برحب فيكم شباب بمحاضرتنا رقم 4. اليوم رح نحكي عن لغة الاستعلام الهيكلية SQL Structured Query Language. قبل ما نبلش فيها رح أقسم التسجيلات اليوم لقسمين. التسجيل الأول رح أحكي عنه بالوظيفة اللي هو هذا، بعدين بفصله بحط لكم تسجيل ثاني مشان اللي بده يطلع على الوظيفة لحالها ما يضطر يمشي بالتسجيل بوقت طويل. تمام؟ الوظيفة رفعت لكم اياها انا اليوم، بعثت لكم ايميل بهذا الخصوص، وهلا رح نحكي عنها اشرح لكم اياها. يلي عنده اي سؤال هلا مباشرة بامكانه انه يسال. ممكن ترجعوا تقروها انتم بهاليومين لوقت المحاضرة القادمة، فيكم انتم كمان تسألوني بالإيميل أو بالمحاضرة القادمة بأي وقت بدكم إياه. طيب في أي استفسار لهم؟ طبعا رح نسوي محاضرة تعويضية يوم الجمعة القادم. بتحبوا وقتها يكون من الستة الساعة 6 ولا في وقت ثاني بيناسبكم؟ وكمان نحكي عن وقت المحاضرات بالنسبة لرمضان. عندنا تقريبا 4 محاضرات رح يكونوا، فبيناسبكم الوقت بين 6 و8 أو وقت ثاني. طيب علي محمد عندك سؤال بخصوص الوظيفة؟ هلا بنحكي عن موضوع الوظيفة. تماما، أنا بعرف إن وقت الفطور بيكون بوقت محاضرتنا، فبدي وقت مناسب. بتحبوا نسبق ساعة مثلا نبلش محاضرتنا على الساعة 5، من 5 للـ7؟ شو رأيكم؟ اوكي، بعض الافكار. هلا المشكله انه انا في عندي فئتين لهي الماده صايرين ورا بعض، في انتم من 6 ل 8 وفي فئه ثانيه من 8 لل 10. فاذا بدي انقل لكم لبعد الافطار هم انتم بده يصير وقتهم بده يصير كثير متاخر. يعني انتم مثلا من 9 لل 11، هم من 11 لل 1 بيبقوا. فبدي وقت مناسب يكون لكم ولهم بنفس الوقت. يفضل انت مبكر. يعني نتحمل الـ4 اسابيع، شو بنساوي 4 5 محاضرات سنة. طيب فينا نحضر؟ ايه تماما، فيكم تحضروا على الفئة الثانية. الفئة الثانية على الاغلب هلا بنتفق معهم، بس بتوقع نحطها مثلا من 9 او 9:30 لهم، ممكن على 10 كمان لانه نشوف وقتهم. تمام، ففيكم تحضروا بالفئة الثانية لانه انتم المجموعتين عندي، ما عندي اشكالية. بس على كل حال بالنسبة لهي الفئة خلينا نحطها على الساعة 5. اللي بيحسن يحضر
من الساعة 5 للسبعة، بحاول أنا طبعا بقصر الوقت، يعني بنحاول نخلص على الساعة وربع، ساعة ونص، بحاول أسرع بالمحاضرة. يعني إذا بلشنا 5 ممكن نخلص 6 وربع، 6 ونص، بهذا الوقت يعني بنحاول نحكم وقتنا. اللي بيحسن يحضر بهذا الوقت أوكي، يعني ما بيحسن يحضر مع الفئة الثانية. الفئة الثانية لسه ما تحدد وقتها، اليوم بحكي معهم نشوف الوقت اللي بناسبهم، ممكن بين 9 و10 نكون عم نبلش. تمام. طيب، يوم الجمعة القادم محاضرة تعويضية راح أحكي فيها عن محاضرة رقم 5، هي اللي حتكون عن ناخذ فيها تعليمات بلغة الـ SQL، تعليمات الـ DML. تمام، ضروري نسويها، نحن لازم نكون أخذين 5 محاضرات لحد اليوم، لكن هاي المحاضرة رقم 4، فمضطرين نسوي محاضرة تعويضية. أوكي محمود، هلا فيك. هلا المحاضرة رح اكتب لكم اياها هناك الحال. هيك كتبت لكم اياها، وبرد ببعث لكم الاعلان بنفس المضمون. طبعا الفئه الثانيه على الاغلب بيكون وقتهم بعد الافطار، فبتوقع الامور ل نسبه منيحه ممكن تكون محلوله انكم تحضروا بعد الافطار مع الفئه الثانيه. اللي بيحسن يحضر على الساعه 5 ما عندي اي اشكال. تمام. طيب، خلينا نحكي عن الوظيفة، بما انه هلا علي سألني سؤال عن الوظيفة بالنسبة سؤال كم طالب بدنا. اوكي هلا رح نحكي، تتوضح معنا الافكار. طيب، وظيفتنا هي رح تكون تصميم، طبعا تصميم وتحليل وتنفيذ قاعدة بيانات لنظام بطاقة خدمات إلكترونية. بطاقة خدمات إلكترونية هي فكرة مشابهة لفكرة البطاقة الذكية اللي كنا بنعرفها. طبعا اختصاص ما هو ماجستير علوم ويب MCS، المادة نظم قواعد بيانات DBS. موضوع الوظيفة هي بطاقات خدمات إلكترونية، مدرسي مقرر أنا الدكتور عبد الظهوري. علامة الوظيفة من 100، العلامة العظمى طبعا من 100. اليوم أنا نزلت للوظيفة، آخر تاريخ للتسليم هي رح تكون بتاريخ 2/1/5. طبعا كلمة المناقشة هي ببعض الوظائف بتضطر اليوم، طبعا ما في عندنا مناقشة، انتم بتسلموا الوظيفة وانا طالب منكم بعض الشروحات اللي تكتبوا اياها، لكن في ايام بعض الامور ما بتكون واضحة، او في بعض الطلاب ما بتعرف توصل الفكرة مكتوبة، فمشان ما يخسروا علامة او تضيع المعلومة ما توصل لي بالشكل الصحيح، فأنا بطلب أيام من بعض الطلاب إنه يبعثوا لي ملف صوتي مثلا عن موضوع معين. أنا نادر يصير، بس أنا بشان ما يخسر الطالب جزء من العلامة أيام بسوي هيك. أما تسليم الوظيفة مع الشروحات بملف وورد هي كافية. طيب، عدد الطلاب للوظيفة الواحدة رح يكونوا 4 حد أقصى. هلا نشوف الوظيفة فعلا سهلة كثير، حتى رقم 4 طلاب أنا بعتبره كبير بالنسبة لهيك وظيفة، لكن مشان أنتم تتساعدوا بهالموضوع. طيب، الموارد المطلوبة اللي حيكون عندنا البرنامج اللي عم نشتغل عليه عن اس اس كيو ال سيرفر، بالإضافة لملفات مقرر، جلسات تزامنيه، غير تزامنيه، طبعا الجلسات اللي انا بسجلكم اياها، في عندكم جلسات
اوريدي انا سجلها ورافعها على الموقع، فيكم انتم تحضروها في جلسات تزامنيه مثل هاي الجلسه اللي نحن بنفتحها في الاسبوع. فيكم تستخدموا الانترنت عن اي فكره، فيكم تتواصلوا معي كمان باي وقت بدكم اياه عبر الايميل، تسالوني عن اي فكره من افكار الوظيفه انا بساعدكم فيها. التوتوريالز اون ال ام اس اللي هو نظام اداره المحتوى، اكيد صرتوا هلا حاليا بعد عده اسابيع قبل يرمعوا، بتعرفوا كيف تستخدموا. انا حاط لكم مجموعه من المراجع كمان، رفعت لكم اليوم قاعده بيانات تجريبيه بنحكي عنها هلا بالتسجيل الثاني، هي قاعده بيانات للاختبار فقط، فيكم تستفيدوا منها طبعا. طيب الهدف من الوظيفه، المايكات طيب مش الحال، انا سكرت المايكات انا من عندي. طيب هدفنا من الوظيفه ابراز اهميه قواعد البيانات في نظم المعلومات. ليش هي الفكره مهمه؟ لانه اي شيء بالحياه موجود عندنا نحن، ابلكيشن رح يكون عندنا، ان كان ويب ابلكيشن، ديسك توب ابلكيشن، موبايل ابلكيشن، اكيد رح يكون مربوط بطريقه او باخرى بنوع من انواع قواعد البيانات وبرامج اداره قواعد البيانات دي بي ام اس. طيب اي تساعد طالبها تحصيل المعارف الضروريه في مجال تصميم قواعد البيانات، مثل ما نحن حكينا بالمحاضرتين، اول محاضرتين طبعا حكينا عن تحليل وتصميم قواعد البيانات من لحظه وضع المتطلبات الى لحظه وضع التصميم النهائي لقاعده البيانات باستخدام عمليات النموذج الثلاثي اللي تعرفنا عليها. طيب تسمح للطالب بتطبيق المبادئ والمفاهيم تصميم قواعد البيانات على حاله على معظم الحالات العمليه. نحن حكينا بالمحاضره الثانيه ثلاث امثله عمليه بشكل تفصيلي، كان فيها ريكوايرمنت متطلبات، تعلمنا كيف نحن نرمي الريكوايرمنت نسميها نحطها على كاتيجوريز معينه، نصمم داتا بيز ولو اوليه بشكل المبسط قبل التحسين، بعدين نحن نحسن عليها نحط عليها القيود والافتراضات يلي تنتج من قراءتنا الصحيح للمتطلبات. طيب لازم نحن نمر على هدول الخطوات اللي هي تطبيق قواعد تحليل وتصميم قواعد البيانات على النظام المقترح، تمثيل النظام المقترح باستخدام مخطط الكيان والعلاقه الاي ار دي يلي نحن حكينا عنه سابقا، استخدام ادوات وبرمجيات مناسبه لتوثيق التصميم. طبعا بالنسبه لرسم، بالنسبه للرسم فيكم تستخدموا اي برنامج ثاني، بتوقع في عندكم ماده اسمها هندسة برمجيات، ممكن تستخدموا فيها اي نوع من انواع رسم المخططات، فيكم تستخدموا الفيزيو بالام اس اس كي ال، عفوا بالمايكروسوفت اوفيس. طيب استخدام قواعد النموذجيه النورماليزيشن كمان هذا الامر ضروري. طيب طيب سؤال عبد الله، ايه تمام وظيفه 40، بعدين في سيستم الجامعه لحاله بيحسب لك اياها العلامه من 100 بحولها ل 40، والامتحان بيكون العلامه من 60 تمام بشكل افتراضي، اما نحن بنصلح الوظيفه من 100. طيب اوكي نسخ الوظيفه، واحدكم حمل حاله وراح على كازيه محطة وقود بده يعبي سيارته بالبنزين او بده يحصل على بعض الخدمات مثل الغسيل وكتابات الزيت، اي امر اي واحد منا واجهها باي محطة بنزين. طيب واجهتنا بعض المشاكل اللوجستية، امور الدور، التنظيم، عملية من له اولوية
بيدوروا تاريخ الادخال لصيانه، تاريخ اخراجه من الصيانه، بعض الامور والمشاكل يلي اكيد نحن كنا مرقنا فيها. طيب اقترحتوا استخدام نظام مؤتمت بطاقه خدمات الكترونيه كحل لهذه المشاكل. طيب اجت الشركه المشغله من المحطه طلبت منكم تصمموا لها قاعده بيانات بس لمحطه واحده، تمام؟ احنا ما راح نكبر المشروع، راح يكون فقط نتخيل حالنا موجودين بمحطه وقود واحده. في عندنا مايك. طيب زرتوا الكازية لحتى تجمعوا المتطلبات. بقعدتنا مع الأشخاص الموجودين اللي تبين معنا المتطلبات وقواعد العمل التالي. طيب قبل ما أراهم بدي منكم ترجعوا على المحاضرة الثانية تقروا 3 تمارين يلي أخذناهم، تقروهم من ممكن تحضروا المحاضرات التزامنية المحاضرة تبعي، وبعدين تتنقلوا فيهم تقروهم لحالكم، لأنه رح تلاقوا في تشابه جدا بين أفكار الوظيفة والأفكار بالأمس العملية اللي حاط لكم إياها. تمام؟ طيب أول فكرة، يتم إصدار بطاقة واحدة فقط لكل سيارة. طيب بالنسبة لهي الفكرة، طبعا أنا راح أعطيكم هيك ملخص عنها، إنه نحن هي العلاقة نستنتج منها إنه عندي بطاقة واحدة لسيارة واحدة، إذا سيارة واحدة بطاقة واحدة معناتها العلاقة راح تكون 1 تو 1. فنحن بالمخطط لازم تحطوا لي 1.1، تمام؟ حتى اثناء الشرح بملف الوورد ضمن جدول ممكن تصيغوه، كل علاقه بتحطوها ضمن جدول حتى تطلب. طيب ونفس الشيء بتكسروا على بقيه النقط. طيب قد يكون عامل الكازيه بتعبئه عده سيارات، ولكن يتم تعبئه كل سياره بواسطه عامل واحد فقط. ممكن ان يقوم الزبون اللي هو اي شخص منا بعده عمليات تعبئه، ولكن كل عمليه تعبئه تتم بواسطه زبون واحد فقط. تمام؟ يعني اي زبون اي واحد منا بامكانه يعبي على عده مرات. لكن عمليه التعبئه هي بتكون مرتبطه مع زبون واحد فقط. بدنا نستنتج شو نوع العلاقه تبعيتها. يصدر عامل المحطة فاتورة واحدة لكل عملية، يحصل الزبون على فاتورة عن كل عملية تعبئة. قد يأتي الزبون إلى المحطة من أجل الحصول على خدمات، ما شرط دوما يعدي، ممكن يحصل على خدمات أخرى، تغيير زيت، غسيل سيارة، أي شيء بيخطر ببالكم بإمكانكم أنتم تكتبوه. طيب وهذا يعني ان الزبون لا يحتاج الى القيام بعمليه تعبئه لكي يصنف كزبون. هي الجمله ما قلت معنا بالمحاضره الثانيه، تمام؟ اذا جلب الزبون سيارته فقط للحصول على واحده او اكثر من الخدمات، واحده او اكثر من الخدمات، سيتم تسجيل تذكره خدمه للسياره، نفتح له تيكت من اجل خدمه السياره. مش يسجل مشرف الخدمات تاريخ ووقت ادخال السياره وانتهاء التنفيذ لكل خدمه. طبعا ركزوا بهذول السمات، يعني كل وحده منهم وين نحن بنحطها ضمن الداتا بيز. طيب ممكن ان يعمل على السياره التي تجلب للحصول على الخدمه عده عمال صيانه، وقد يعمل كل عامل صيانه على عده سيارات. قد تحتاج السيارة التي تحصل على الخدمة إلى بعض المنتجات، ممكن نحتاج له منتجات خارجية نشتريها من محل، أو هي تكون طبعا مباعة من عندهم. ممكن نشتري زيت، ممكن زيت علبة سرعة، معطر، منظف، أي شيء بيخطر ببالكم بإمكانكم أنتم تحطوا لي إياه. طيب وقد لا يحتاج إلى أي منتج، ممكن يفوت يغسل ويحمل حاله ويمشي بدون ما يشتري اي منتج من المنتجات. عندما يريد الزبون دفع للعمليات التي قام بها، هون صار في عندنا عمليه دفع، فان مشرف المبيعات صار في عندنا مشرف مبيعات يقوم بجرد جميع العمليات التي قام بها الزبون، ممكن تعبئه بنزين، اي خدمه من الخدمات اللي ذكرناها، اشترى منتج،
طيب بيقول طلب سنة مشتريات. طيب وهل السلة وحيدة بالنسبة للزبون؟ معناته كل زبون له سلة، وكل سلة تابعة للزبون، قد تحتوي عدة مواد مع كمياتها والأسعار الإفرازية والمبلغ الكلي. تمام، هذول سمات. وطبعا كل مادة من الممكن أن تظهر في أكثر من سلة، وللسلة تاريخ إنشاء، لكل سلة تاريخ إنشاء. طيب عندما يقرر الزبون إتمام عملية الدفع، فإن السلة تتحول إلى طلبية أوردر مثلا، تشبه السلة، هي تشبه السلة لكن صارت محولة لطلبية، ما كان عندي كيان جديد، حولنا نفس معلومات السلة إلى معلومات طلبية. طيب بس نضيف له بعض الأمور للطلبية، بالإضافة إلى حق المبين حالة هذه الطلبية بانتظار الدفع مثلا، إنه لسه ما اندفعت، بانتظار التجميع، ما جمع، يعني هو طالب منتجات، طالب يشتري مثلا معقم ولسه ما اجته، ما استلم هذا الغرض، او تم الدفع او ملغى، ما بده يدفع، لغى الطلبيه تبعيته، لغى المنتج. طيب للتسهيل تتم عمليه دفع واحده للطلبيه الواحده، معناتها كل طلبيه لها عمليه دفع واحده، وكل عمليه دفع هي تعتبر لطلبيه واحده. طيب حتى نسهل عملية التصميم فقط. طيب يتم تسجيل التاريخ، أمتى تاريخ عملية الدفع؟ طريقة الدفع بنسجلها، ممكن دفع عن طريق بطاقة بنكية، بطاقة ائتمان، أو حساب بنكي، موبايل بنكي مثلا، أو ممكن كاش، أي طريقة تخطر ببالكم ضيفوها. طيب يجب مناقشة كافة حالات تكرار البيانات المحتملة التي تراها من وجهة نظرك كمحلل المصدر. هذا الطلب كثير مهم، وانا قلت لكم على المصمم بالعاده. ليش؟ لانه لما انتم رحتوا على الكازي عم تسمعوا متطلبات، هم بيقولوا لكم اشخاص تقنيين، هو عم يقول لك حاجته. انت عليك كمحلل المصمم، انت عليك تقول له رقم الموبايل، ممكن يكون للعامل والزبون تسجل له رقمين موبايل، ممكن يكون عنده بريدين الكترونيات، انت بدك تقترع عليه وتذكره تمام، وتلفت نظره لحتى هو يجاوبك يا ايه يا لا. تمام، فانت بتعرفوا بعد ما حطيتوا الكيانات، وبعد ما حطيتوا السمات ضمن الكيانات والحقول صارت مبينه عندنا، نقعد نشوف هل في عندي هذا الحقل ممكن تتكرر العمليه. هون بقى شو اقتراحكم لإله؟ بنرجع لقواعد النموذج الثلاثة. تمام؟ فبتقولوا لي بحسب القاعدة الأولى أو الثانية أو الثالثة، هي بقى أنتم بتبحثوا عنها، هذا الحقل لازم نساوي فيه هيك، إذا بينتج عندي الجدول بصير مثلا جدولين، بصير ثلاث جداول. تمام؟ أو بيضل على حاله ما بيكون فيه تكرار. تمام؟ هذا الشيء اللي بدكم توصفوني اياها اثناء كتابه التقرير. طيب معلومات البطاقه، معلومات البطاقه هي قد تكون رقم معرف البطاقه، تاريخ الاصدار البطاقه، وحاله الدعم، هل هي مدعومه ولا لا. طيب ممكن تضيفوا، يعني ممكن حدا يسالني انه ممكن تضيفوا عليها معلومات ثانيه، اوكي ما عندي مشكله، انا بس مركز على هذول ثلاث نقاط كمثال. فيكم تضيفوا اي شيء، اي حقل بدكم اياه بتلاقوا انتم مناسب، بس الحد الادنى من هذول الثلاث. طيب معلومات السياره، بنسجل رقم السياره، بنسجل رقم لوحه المركبه، رقم اللوحه، فئه المركبه، نوع المركبه، لون المركبه، رقم المحرك، هذول المعلومات. كمان فيكم انتم تعدلوا عليهم، فيكم تضيفوا عليهم اي معلومات اضافيه، هو بس كمثال توجيه. طبعا ما بدهم نذكركم انه كل جدول من حالكم بتحطوا له اي دي، حتى لو مو انا طالب منكم. تمام، اللي هون بالبطاقه مين الاي دي عندنا؟ رقم معرف البطاقه. طيب معلومات السياره انا ما ذكرت لكم. تمام، ممكن انتم تضيفوا اي دي اذا لقيته مناسب. اوكي؟ لانه هو رح يكون عندي البرايمري كي. تمام؟ طيب
إذا حدا اختار رقم السيارة مثلا هو برايمري كي، بده يوضح ليش تم اختياره. طيب، يجب تخزين المعلومات الشخصية لجميع الأفراد المؤثرين على النظام، جميع الأفراد المؤثرين هي كيانات المقصود فيها. على النظام رتمت في جدول منفصل، ولكل فرد جدوله الخاص بحسب معلومات ماني. شو معنى هذا؟ طيب، شو من الكيانات اللي ممكن يطلعوا عنه؟ على سبيل المثال عندي زبون كوستمر، هذا كيان كوستمر. في عندي شو قلنا، عامل محطة، عامل، تمام. وفي عندي كيان اللي هو مشرف مبيعات، مشرف، تمام. لاحظوا انا شو عملكم، في عندهم معلومات شخصيه، اسم الاول، الكنيه، اسم الاب، تاريخ الميلاد، رقم وطني، عنوان السكن. طيب ليش حطيت لكم اياهم بشكل منفصل؟ لانه الكوستمر له معلوماته الشخصيه، له اسم الاول والكنيه والاب وتاريخ ميلاد ورقمه وعنوانه، والعامل نفس الشيء، معناه في عندي ذاتيه موظف، يعني في عندي جدول للموظفين، تمام. والمشرف كمان له معلومات. اذا نحن، انا دوما بهدف فيها هي الوظيفه هي تعليميه اكثر من انه هي تعتبر هوم وورك او وظيفه، تمام. فهي فكره جديده، طيب قد يكون معظمكم يعرفوا المعلومات المشتركه. نحن دوما نجي بنساوي لها تيبل، من الا بيرسونال انفو مثلا، ونربطه مع كل جدول من هاي الجداول، تمام. بحيث انا محتاج اجيب معلومات كوستمر، بيجي على هذا الجدول، بجيب اي ديته، بجيب معلوماته من الجدول بيرسونال انفورميشن، معلومات شخصيه. نفس الشيء بالنسبه للعامل، نفس الشيء بالنسبه للمحرك. طيب هذا المقصود بهذا الطلب. طيب يجب الاخذ بالاعتبار القيود على الحقول، مثل عدد الخانات، رقم الموبايل، عدد خانات رقم الموبايل والرقم الوطني ولوحه السياره وغيرها من القيود التي يقترح لها محلل قواعد بيانات ويجدها مناسبه انتو يعني، تمام. شو المقصود فيها؟ عدد خانات رقم الموبايل، نحن بسوريا عندنا 10 خانات، لورين لورين ويتان دوت تماما. فانت اعطيتي حل، هلا انا بدي اياكم تكتشفوا، بس كلامك صح. طيب بما انه اعطيكم اياها لورين، ف كمان الفكرة طيب الفكرة انه كمان عندي هدول 3 جداول، بساوي جدول اضافي بسميه رول، تمام، ضربته مع الكوستمر ومع ايش كان عندنا، العامل، وضربته مع المشرف، واذا في غيرهم كيانات كمان ضيفه، تمام، ما تاخذوها حصرا 3، ماشي. هون يدور الرول تبعه يعني هو دوره او صلاحيته، مثلا هو زبون او عامل او مشرف، تمام. اوكي، ما لا احكي اكثر منك، اتوقع وفق. طيب نرجع لفكرتنا، رقم الموبايل هو 10 ارقام، اذا نحن لازم نحط شرط انه ما يدخل لي رقم موبايل الا 10 خانات. دخل 9 يعطيني رساله خطا، دخل 11 رساله خطا، دخل اكثر من 10 اقل من 10 بيعطيني رسائل خطا. الرقم الوطني نفس الشيء، بتعدي الرقم الوطني الموجود على الهويه، بتشوفوا كم خانه وبتاخذون شرط. لوحه السياره كمان نفس المبدأ، لوحة السيارة بتوقع هي 6 أرقام، وكمان غيرهم هذول حاطكم أمثلة، أي حقل بتلاقوه خانة الرقم الوطني 11، تماما 11 خانة، تمام. معناتها ما لازم يحسن يدخل بخانة الرقم الوطني إلا 11. طيب هاي شلون؟
شلون نكون سوا، نحن لسه ما اخذناه، ناخذها بمحاضره الدي ام ال تمام، والقيود كونسترينت القيود تمرق معنا الفكره. فنفسها بس تفهموا من المحاضره بتجوا تطبقوها على الوظيفه مباشره. طيب مو بتاخذوا حصرا هذول الثلاثه، ممكن يطلع معكم امور، انا حاطهم على سبيل المثال، اي شغله تطلع معكم لازم انا احصرها بمجال معين او بعدد خانات معين او بشرح معين. مثلا عمر، معقوله تفضل بطاقه لشخص اقل من 18 وانا عم دخل له تاريخ الميلاد؟ تمام، داروا لكم الفكره. طيب اي شيء بتلاقوه عليه شرط فورا بتحطوه. طيب هذول من مهام المصمم ومحلل قواعد البيانات، هذول ما بيقولوا لكم اياهم الجهه الطالبه للمشروع تمام، لانه هم ما بيعرفوا، ما بيخطر في بالهم، او بيقول لك ما شغلتي انا لو بدي اشتغلهم كنت ما طلبتك. تمام، معلومات فئه المركبه في نحن ذاكرين هون، فئه المركبه فينا نحطها نحن مثل موجوده عندنا البلد، خاصه عموميه سياحيه دبلوماسيه او مؤجره، كل وحده منهم في لها رمز. شوفوا شو بدكم تساووا فيها، هي برسوها بترك لكم اياها وما رح اشرحها. طيب نجي على المطلوب، تصميم على المستوى المفاهيمي، بدنا نحدد الكلمات القويه والضعيفه فقط بنذكرها، ما بدي اكثر من هيك، لا ترسموها ولا تحطوا اي شيء، بس بنذكرها مين هي العلاقه القويه ومين هي العلاقه الضعيفه، رسموا الخطه، ممكن تحطوها من جدول مثل هذا. تمام، تحطوا لي اياها العلاقه وجنبها هل هي قويه ولا ضعيفه. تحديد السمات، طلب الثاني تحديد السمات على الشكل التالي قبل تحسين المخطط. يعني بنظرتنا الاوليه اول ما قرينا المتطلبات اكيد وزعناها على المسودة، نجي نحطها بهذا الجدول باغلاطه، لسه ما حطينا حل عليها. تمام، فبنحط مثلا جدول او الكيان تبع الزبون، الكيان هو نقصد فيه جدول. طيب في عندي الزبون، شو السمات الموجوده فيه؟ بريد الكتروني، اسمه، كينيتو الى اخره. تمام، بتذكروا السمه هي الحقول، شو هن الحقول يعني ضمن الجدول يعني. طيب هل هي القيمه الوحيده ولا مكرره؟ بنحطها يا بنحط هيك يا بنحط هيك حسب، يا وحيده يا مكرره. القيد ان وجد، اذا كانت مطمئن